رح ندخل بالسوفت وير. ايش هي السوفت وير؟ كل البروجرامز that tell a computer what to do and how to do it. هي برامج تقول للكمبيوتر ايش تسوي وكيف تسوي. اذا هي البرمجيات اللي موجوده داخل الجهاز. ممكن اني اقسم السوفت وير الى قسمين. السيستم سوفت وير يعني برمجيات خاصه بالنظام، مثل عندي الويندوز، اي برنامج خاص بالسيستم اسميه سيستم سوفت وير. ابلكيشن سوفت وير اللي هي برمجيات تطبيقيه، مثل الوورد، مثل الاكسل، مثل الفوتوشوب، مثل الالستريتور. لازم نعرف شيء جدا مهم، في عندي بيزك بروجرامينج كونسبتس، يعني اساسيات في عمليه البرمجه. لما يجي المبرمج اللي هو البروجرامر يسوي برنامج او يكتب برنامج، اذا هو يكتب انستركشنز، يكتب تعليمات. هذه التعليمات نسميها السورس كود، اللي هو الكود الاصلي او الكود المصدر. هو ما يكتبها بلغة الكمبيوتر، وإنما يكتبها باللغة اللي هو يفهمها. يعني هو لازم يستخدم شيء نحن نسميه programming language، لغات البرمجة. إذن البروغرامر يستخدم البروغرامينج لانجويج عشان إيش؟ عشان يعطي الكمبيوتر instructions، عشان يسوي لنا software. هذه الانستركشن هي البروغرامز أو السوفتوير. في عندي نوعين من انواع البرمجه، اما انه البرمجه تكون procedural programming او تكون object oriented programming. procedural programming which uses step by step instructions to tell a computer what to do. من اسمها procedural يعني هي لغه برمجه اجرائيه، يعني لازم انا امر باجراءات، يعني كل شيء step by step، خطوه بخطوه. يعني اقول له سوي كذا، افتح، سكر، اكتب، اطبع. اذا step by step نعطي الكمبيوتر instruction step by step. اللغة الثانية اللي هي object oriented programming اللي هي لغة العناصر الموجهة provides rules for creating and managing objects which are items that include data and how to process the data. هي طريقة في البرمجة بأنه أنا أعطي شروط وأعطي أوامر لأوبجكت، عناصر، يعني أقسم كل شيء أبغى أسويه في البروغرام إلى أوبجكت، وهذه الأوبجكت أبدأ أسوي لها creating، أسوي لها managing وأعطيها instructions. أشهر مثال على الأوبجكت oriented اللي هو عندي لغة الجافا، عندي لغة البايثون. بالنسبة للprocedural programming language أشهر مثال عليها الفورتن والسي ولغة البيزك. الكومبايلر والانتربريترز are programs that translate source code into a form that can be read and acted by a computer. هي برامج، هذه البرامج تترجم السورس كود، ترجم السورس كود إلى شكل حيث أنه يفهمه مين؟ يفهمه الكمبيوتر ويستطيع قراءته. الفرق بينهم أنه الانتربريترز can translate the source code directly into actions، يستطيع انه يترجم ال source code على طول الى action، لكن ال compilers must first translate the source code into binary form وبعدين ترجمها الى ايش؟ الى actions. اذا هذا هو الفرق ما بين ال interpreters وال compiler. Still compilers are be able to complete a task faster، ولا زالت ال compiler تسوي المهام بصورة أسرع لأنها تحول إلى الباينري فورم وبعدين تحول إلى الأكشن. لما نحن نجي نبرمج لازم نتعامل مع البيانات. أهم نوع يواجهني اللي هو السترينج. السترينج هو عبارة عن نص، هذا النص ينحط ما بين أقواس أو ما بين إشارات السترينج، إنه جوا الأقواس هذه في كاركتر، عشان كذا نحن نقول هو a sequence of characters that does not contain numbers used for calculation. sequence of character، هذا sequence of character ما في أعداد تستخدم بالcalculation في الحسابات. لنيوميريك اللي هو نوع من أنواع البيانات اللي هو عبارة من اسمه numeric، يعني numbers or amounts that are used in calculation، أو أي قيمة تستخدم في العمليات الحسابية. character يعني text، لما أقول هذا character بس يعني أقصد فيه text. integers اللي هي whole numbers اللي هي الأعداد الكاملة. عندي date نوع من أنواع البيانات، the method of coding dates هو طريقة لتمثيل اللي هو التاريخ. آخر شيء راح نتكلم عنه وأهم شيء اللي هو تعريف الالغوريثم. ما هي اللوغاريتمية؟ لازم أعرف إنه the linear sequence of instructions that result in a computer performing a specific task أسميها algorithm. هي عبارة عن مجموعة من التعليمات المتتابعة
اللي تخلي الكمبيوتر يؤدي مهام معينه. يعني مثلا اقول له دخل حرف A بعدين طلع لي A زائد B بعدين طلع لي الريزولت بعدين اطبع الريزولت. اذا هي مجموعه من الانستركشنز, sequence of instructions. هذه sequence of instructions تؤدي إلى أن الكمبيوتر يؤدي specific task, مهمة محددة.